النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. الحقيقة المتابعة للمشهد اللي حاصل في قطاع غزة والاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهلينا في الشعب الفلسطيني الحقيقة لازم يكون مستاء جدا وبننكر كل ما تم فعله خلال الفترة اللي فاتت، ولكن بالتوازي ضروري جدا في وجهة نظري ان احنا نثمن الدور المصري الايام دي، الدولة المصرية الحقيقة على مدار الايام الماضية في فكرة دعم القضية الفلسطينية اللي هي مصر تثبت يعني في طول السنين اللي فاتت على ان دعمها للقضية الفلسطينية هو دعم حقيقي وليس شعارات والكلام على الفاضي. الحقيقة يمكن تابعنا الدعم ده على اكتر من مسار، سواء كان المسار السياسي والامني، ويمكن ده تمثل في المفاوضات والتحركات السريعة اللي قام بيها الجانب المصري مع كافة الأطراف لتهدئة الوضع والتقدم بمبادرة للتهدئة، وعلى الجانب الآخر الحقيقة بالتوازي فكرة الدعم الإنساني في فتح معبر رفح بشكل دائم أو لأجل غير مسمى، واستقبال الجرحى لعلاجهم في المستشفيات المصرية، وأيضا يمكن تابعنا بالأمس قوافل المساعدات اللي تم إرسالها بالفعل لمعبر رفح. الحقيقة يمكن المشهد ككل خلال الأيام الماضية بيأكد على دور مصر المحوري في المنطقة العربية بشكل عام، وكمان تبني الدولة المصرية للقضية الفلسطينية بشكل خاص، واعتبارها أن هي قضية أمن قومي بالأساس يعود على الدولة المصرية في المقام الأول.